موجز الأخبار من التلفزة الوطنية التونسية، أهلا بكم. من المنتظر أن تنطلق بعد قليل بوزارة الشؤون الاجتماعية جولة جديدة من المباحثات الخاصة بالزيادة في القطاع الخاص بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف. وحسب ما أكده الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بالقاسم العياري، فإن الاجتماع سيخصص للنظر في الاتفاق الإطاري المشترك بخصوص المفاوضات بعنوان 15/2000 إلى جانب إمضاء الاتفاقيات أو الملاحق التعديلية التي تهم أعوان الحراسة وعمال المطاعم والمقاهي ودور السينما وموزعي الأدوية. وكان مجمع القطاع الخاص التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عقد صباحا اجتماعا أكد العيار إثره وجود مؤشرات إيجابية لتفادي التقاط النقاط الخلافية بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف، ومنها ربط مسألة الزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع الخاص بالإنتاج والإنتاجية أو النمو. في وثيقة نشرها صندوق النقد الدولي في ختام مشاوراته حول المراجعة السادسة للاقتصاد التونسي، رجح صندوقا يتسارع نسق النمو في تونس ليبلغ 4.7% بحلول سنة 2020 على أن تبقى آفاق النمو إيجابية على المدى المتوسط. ويبقى تحقيق هذه النتائج مرتبط بتقلص المخاطر الأمنية والتخفيف من الضغوطات الاجتماعية، فضلا عن التنفيذ الناجع والعاجل للإصلاحات. وقد أثبت الاقتصاد الوطني قدرة على الصمود طيلة فترة الانتقال السياسي وكذلك في مواجهة الظرف الاقتصادي الدولي الصعب حسب المؤسسة المالية الدولية. وأشارت الوثيقة في المقابل إلى تواصل اختلال التوازنات الخارجية وارتفاع نسبة البطالة، مذكرة بأن عجز الميزان التجاري بلغ 8.8% من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2014، مسجلا أعلى مستوى له منذ الثمانينات. قامت اليوم مجموعة إرهابية متكونة من 6 عناصر بإجبار شابين كانا على متن سيارة بمنطقة عين زيان من معتمدي تسبيبة من ولاية القصرين على التنقل بهم نحو محل لبيع المواد الغذائية حيث اشتروا مؤونة. كما أفادت مراسلة الأخبار بالجهة وحسب روايات أهل المنطقة أن الإرهابيين أجبروا الشابين تحت تهديد السلاح على نقلهم مجددا نحو جبل مغيلة الواقع بولايتي القصرين بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد بعد التزود بالمؤونة. وقد قامت العناصر الإرهابية بإطلاق الرصاص في الهواء لتفريق عدد من المواطنين تفطنوا إلى وجودهم قبل أن تطلق سراح المواطنين اللذين تحول لإعلام السلطات الأمنية هناك. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته منذ بداية أكتوبر الجاري في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بلغ 45 شهيدا. مصادر محلية أكدت أن 3 شبان فلسطينيين أصيبوا مساء أمس بالرصاص في مواجهات مع قوات الاحتلال في قلقيلية، كما استشهد شاب فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي في المحطة المركزية للحافلات في بير السبع. وادعت شرطة الاحتلال أن الشابين نفذ عملية مزدوجة في المحطة المركزية للحافلات أدت إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 4 آخرين بجروح مختلفة. لمواجهة تدني المشاركة في الانتخابات البرلمانية المصرية التي بدأت مرحلتها الأولى أمس في 14 محافظة، قررت الحكومة المصرية أن يكون اليوم نصف يوم عمل لتمكين العاملين في الحكومة والقطاع العام من الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير للمرحلة الأولى من الانتخابات، في حين أصدرت شخصيات معارضة بيانا حيت فيه ما وصفته بمقاطعة الشعب المصري للانتخابات. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قالت إن نسبة المشاركة بلغت نحو 2% يوم أمس، ثم عدلت النسبة في بيان لاحق إلى 10%. قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 10,000 مهاجر موجودون الآن في صربيا، وقد تقطعت بهم السبل بسبب القيود التي فرضتها دول في غرب أوروبا. في الأثناء قال متحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن بناء سياج على امتداد الحدود مع النمسا لن يوقف المهاجرين من الوصول إلى ألمانيا. هذه التصريحات عقب تقرير تفيد بأن مجموعة من السياسيين المحافظين في ألمانيا يعكفون على إعداد مقترحات لإغلاق الحدود من خلال إقامة الأسوار. في خبر رياضي وطني، توج دولي تونسي أسامة الوساتي بالميدالية الذهبية ضمن منافسات الجائزة الكبرى للتايكواندو التي احتضنتها مدينة مانشستر الإنجليزية. ويأتي تتويج الوساتي بعد الفوز في نهائي وزن أقل من 80 كيلوغراما. نهاية الموجز، ألتقيكم في نشرة الثامنة. إلى اللقاء بإذن الله.